أكد سعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية يمثل نموذجا فريدا من نوعه في إعداد وتطوير القيادات الشابة وتأسيسها وفقا لأفضل الممارسات والبرامج التدريبية لتكون عناصر فعالة ومؤثرة في مستقبل المملكة. أضاف الدكتور جناحي أن هذا البرنامج قد عكس رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تأكيد أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية التي ترفض حركة التقدم والنمو. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين مع منتسبي الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينظمها مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمنتسبي البرنامج. تخلل اللقاء عرضا تعريفيا بتمكين تمكين متضمنا أبرز البرامج والأهداف التي تسعى لتحقيقها، إضافة إلى التطرق إلى الإنجازات التي تمت منذ انطلاق صندوق العمل تمكين عام 2006 وما قدمه من البرامج المختلفة للأفراد والمؤسسات، وذلك بهدف تطوير القطاع الخاص وتعزيز مكانته كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في المملكة. الجدير بالذكر أن اليوم الاثنين هو اليوم الأخير للتسجيل للدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية.